صباح السلام عليكم من جديد ومرحبا بكم جميعا فيما كنتم اخوان ديالي العزيزين والعزيزات والاعزاء. كما العاده معكم المسكينيه في واحد الفيديو جديد. البنات في المحنه اللي حنا فيها، حنا والكوزينه تيحل الله البنات، حنا والكوزينه تيحل الله، الله يعمر ربي يدير لنا رحمته يا ربي مولانا الكريم. البنات اليوم بغيت نشارك معكم، اوف انا كنتحرشش اسكت لا لا البنات، البنات نشارك معكم واحد الحليوه اليوم سهله ماهله، لا فران ولا هذا لا حتى حاجه البنات. صراحه اليوم سهله عندنا الحليوه ديزيرت ولا هاي ايفريوان ان ويلكم توداي وذ مي ان ذيس فيديو. As you know, all of us in this kind of whatever I want to call it, this kind of time at home. So I just want to do something that while we are sitting at home, why not? We can move, like I said before, do whatever you want to do in the kitchen to kill time. So let's get started and see what I'm going to do today. Today is easy dessert, very easy, no oven and no nothing, and it's a lot of different stuff you can do, not only what I have here. So البنات هاد الحليوه هادي بصراحه غير بالبسكوت، اليوم غنديروها غير بالبسكوت، فلهذا نتوكلوا على الله. عندنا هاد، عندي انا غير وحده ديال البسكوت، والبنات نتوما اللي عندك العائله كبيره تقدري ديري حتى جوج من هادي ولا على حسب. مهم وحده من هادي، as you can see I have the cake sheet whatever you call it, pen. And then I have one like a one things for the cookies. This is any cookies you do have. You don't have to have any cookies, so or biscuit, whatever they call them, these things. So, but you have to have this kind of cookies, not that. There is a lot of the cookies like a double. This is one piece. And whatever we have, whipped cold. We have strawberry cream. I have a little bit almond here, already grated. And here I have apple juice. But everything, it's not option. You can switch everything you want. You want a banana, cream of banana, whatever it is, but you have to have whipped cream. This is the only one you have to have. The other things you can change as you want. البنات هنا عندي عصير تفاح، نتوما تقدروا ديروا كما قلت لكم يا الليمون يا اي عصير عندكم، ماشي مشكل، تقدروا ديروا حتى القهوه الا كانت القهوه كيبغيها العائله كلها. هنا عندي هاد الكريمه ديال الفريز ديال الفراوله، هاد الكريمه ديال الفراوله تقدروا ديروها ديال الاورنج. البنات راه كلكم كتعرفوا الكريمه ديال اللي كيفاش ديروا ليها العصير. انا سهله كندير فيها هاد شويه، انا كندير هاد العصير هذا ديال اللي هو ديال يا الليمون يا التفاح، حتى وهذا العصير هذا عادي ديريه. ملي كتطبخ هذا العصير راه كتحطي واحد شويه ديال المايزينا وتعطري بالنسبه ديالها، يا المورد يا الفانيلا يا اللي كان. مهم تنسمو الكريمه هذه ديال اللي غادي نديرو بها الطبقه ديال الكيك. شويه ديال اللوز هنا مطحونه، هو طحنته ان شاء الله يكون مطحون، طحنته. ها هو شويه ديال اللوز كما كتشوفوا، ها هو يا طحنته هنايا هذا هكا. عاوتاني مش لازم اللوز، اللي عندك شويه الكاوكاو اللي ما بغاش كاع ما يدير حتى حاجه يكتفي غير بهذا القدر. ويشاركوا معكم الوليدات البنات في الكوزينه، وداكشي راه ساهله. انا درت هذه، تقدروا ديروا نتوما في اي مول، تقدروا ديروا بزاف ديال الحوايج. المهم انا اختاريت هذه اليوم، درت واحد غندير شويه بابي الومنيوم هنا هكذايا باش ملي غنقلبها في الطبسيل تكون عندي ساهله. الشيء اللي هو السبب علاش درت هنايا. المهم توكلوا على الله البنات، سهله هذه بصراحه. وقتنا دابا جالس غير في سميتو، راه ليا نخلي الوليدات فرحانين في الكوزينه وزوينه هي هذه، راه زوينه هكذا. as you can see it's very easy. so what we gonna do is dip these things in whatever juice you have like I say. شو البنات اسهل منا ما كاين هكايا. خدت هرس لكم البسكوت، ماشي مشكل. ها هو دابا حتى هكا على جوج، ماشي مشكل. شتو تعمر غير دكوا هذيك الطبقه ديال الاولى لتحت، عمروها مزيان، ديروها فشي ثم ديروا فشي طاوله اللي تكون زوينه، تكون فشي لاطه ديال الحلوه ولا شي طبسيله.
توصيل داكشي ديال الدجاج ولا ديال المربعين، المهم راه تفنوا فيها وصافي. كما كنقولوا كنعاودوا كنقرب انا في بعض الحوايج كنقرب الفكره، والفكره ملي كتقرب كتقدري تفني فيها بزاف. المهم المعلومه توصل والفكره راه الباقي ديال داك سميتو تكمل من عندك. المهم هنا عندنا ها هو، شوفوا البنات اللي ما عندهاش هذا الويب كريم ها هو انا موجود واجد، تقدري تخلقيه في الدار. كاع البنات راكم تعرفوا ديروا الكريم باتيسري هي سهله، ولا حنا بحال دابا حنا عندنا هنا راه موجود هذا. ايوا هذا هو اللي عطى الله، يعني شويه بنعم تاع عياد ديري داكشي ديال الدار، شويه كيعيف اللي موجود عندك ديرو في هذا الوقت، هذا اكثر يا في هذا الوقت. المهم انا كنصبق هنا هذه الكريمه هنايا، يعني ان شاء الله تشوفوا. as you can see I already did my scoop. all I gotta do here cream of strawberry things. it's so I like these things. I don't know about you. I don't have to eat a lot of sweet, but شوفوا البنات انا علاش كنختار في هذه الكريمه ديال هاد ديما كنبغي هذه الكريمه في شي حاجه اللي هي كتكون هاد ديزورت هذا اللي هو مثلا مقبلات حلوه ولا تحليه ولا. مهم هاد اللون هذا اش نقول لكم عليه، هاد اللون ديال هاد الفاكهه اللي هي الفراوله بصراحة خاصني نجيب معاك اخرى، كتناسب هاد البنات كتناسب هاد سميتو هذا. شوفوا هاد كريمة شانتي كتجي كيجي محلاها والله الا البنات، راه كتجي حلوة راه ما نقول لكمش عليها، جربوها. انا اكيد عارفة البنات راكم مجربينها وشفتوها، راه كتجي البنات فن راه ما نقول لكمش بصراحة عليها. ان شاء الله هاد البابي اليونيوم يطلق ليا الشكل ديالها ملي غنقلبها في الطبسيل، ولا مهم على حسب. هانتوما البنيتات راه حتى البنيتات ديالكم وداكشي ديروهم هكذايا. هاد الكريمه هادي شفتوا شحال كي هاد الاحمر هذا، هاد الستروبري هذا بصراحه هاد اللون ديال حتى الاورانج، لكن بزاف هاد الستروبري هذا كيدير كيناسب هادي مزيان. ان شاء الله ما نطولش عليكم واش من الفيديو. ايوا البنات هذه راه ما كتديش تقريبا على حسب السرعه تاعتك، وها انت يا كملتيها وعندك هاد الديسير هذه كما قلت لكم على حسب. انا درت العصير ديال التفاح هنا، شي اللي كاين ها هو. ضروري هذا خصو شويه ترطب، خلي تبارك على هذه، خليو الكوكي هاد يو كان ديب فيري جود افتر يو فيل ذا كوكيز ار جيت ويت ذا واي يو كان بي يو ويل بي سوفت. ذاتس ات اتس لايك كاين اوف لازانيا، يو كان دو ا لوت ديفرنت كريما ديفرنت بات يو هاف تو هاف ذيس كاين اوف ويب كولد Cold whip, what I'm saying too. Sorry. Cold whip, which is هاد الكريم شانتيي هذا. والله إلا البنات كتجي فنة، شوفوا الحمر والبيض اش كيجي، اش كيعطي واحد اللون ما نقولكمش عليه. الكريمة ديال الستروبيري راه ساهلة حتى هي، يعني ما عندوش العصير ديال اللي عنده الفاكهة راه موجودة تقريبا الفراولة دابا. تقدروا البنات ديروا هذا، تقدروا شويه د الفراوله اوب سوري انا ديما ندير في الغلط هادشي هكا تنسى. شو الاخوان الاخوات ديالي لازم ديروا هادي هكا، ديروا هادي عاد ديروا فوق من هذاك. كما قلت لكم انا غير تفنوا فيها، انا كريمتي غادي تذوب خاصني نزل في ساعه. والله البنات الا شي واحد بسيطه، واحد الحاجات حلوه بسيطه تحليه بسيطه وسهله وما فيهاش المحين، ويديرها اللي عنده ولا اللي ما عندوش بصراحه. اكثر هي اي بسكوت، يعني ماش لازم تكون شي حوايج اللي عاد كدي اوبس
راه كاين البسكوت بحال هذا، هذا ديال الاورانج، فيه واحد الريحه ديال الاورانج كيعاون هذا حتى هو. المهم ان شاء الله تطلع ليا من هذا، منظنش غتطلع ليا ولكن ما نعرفش كيفاش ما طلعاتش، راه كتكلى حتى في ديك السميته ديالها هكذا. فهاد الشيء اللي غديروا فيه كتكلى تكلى في نفس هذا الوعاء اللي ديري فيه. المهم حبيت نشارك الفيديو ونقول لكم ناخذوها طريقه بسيطه في الوقت اللي هو مثلا في هذا الحج الصحي هذا اللي حنا في المنزل. ديو الغراض مع الوليدات، ديروا بزاف الحوايج فين ما جاتكم كما كجمعت كنقولوا ليها سهلوا كما جاتنا نسهلوها ونخليوها ان شاء الله في يد الله يا مولانا الكريم. فلهذا تعالوا دخلوا استعملوا اليوتيوب، خلاها سميتو في الاستفاده، نبغيو نستافدوا، بغيتك تعلم مني ونتعلم منك، هذا هو الغرض ديال الفيديو. صافي البنات انا دابا غنكتفي بهذا القدر، صافي هكايا هكذايا، وملي نكملها غادي نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوها كي غادي تجي. اوكي wish me luck with these things, wish me luck. بنات دغي معايا باش هادشي ما تقلبش وتلصق ليا قلبتها في هادي، هادي هي اللي راه فتحات شي شويه. ايه انا تاني على الكيكه تاعي، انا تاني على الكيكه. اها اها يا اختي، اها يا اختي، غلطت انا، المفروض ندير ورق الشمع. البنات ديروا الورق ديال الشمع، ورق الشمع سوري هذا ورق الزبده. يا سلام اهو، لازم بلاتي تسناو باش ما نعيناش. ساره خدات ليا بزاف ديال خدات ليا بزاف ديال الكريمه، لكن ماشي مشكل. ها انتما شوفوا الحادقات البنات والحادقات والبنات، شوفوا شفتوا تما تفنوا فيها مزيان البنات. ساره تفنوا تفنوا فيها مزيان. دابا ها هو هاد الطبقه تاعتنا. يا واو 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 سوري لوك لايك اوف، اي اولويز دونت هاف لاك وذ ذيس ستاف. ها ويلي البنات شوفوا انا ديما عندي في نهايه داكشي سميتو كن شي كتوقع ليا هكا. شتو البنات ها هي، والله ما نقول لكم على جربوها اكثر، يا على حسب البسكوت اللي عندك حتى تقول لي حلو. البسكوت اللي بحال دابا حنا عندنا داك البسكوت داك سمان، انا ديما ملي كنا صغار كنا ناكلو داك الهناريس عندنا تما، حنا عندنا هذا سميتو هكذا. البنات شوفوا 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 ها انتم ملي توصلوا لهاد الاحمر والبيض هكذا البنات، شوفوا هيا ديروها البنات هكايا. شوفوا انا اصلا والله الا ما فهمتش، خاصني ناخذ داكشي ديال هذا ديال الكريمه ديك اللي بحال سباتشولا ولا سميتو يقولوا ليها ديال الكريمه، ماشي معلقه لكن ماشي مشكل. هذا هو هذه هي الوقت اللي كتحتاجي تضيعي هكا في الكوزينه، واخا تكون عندك حاجه معروفه فينا هي دير روحك نسيتها ولا واش دير روحك، غير ما تعولش عليها صافي، دير اللي عندك تفكرتيها غادي تكون وجدها، ما تفكرتيهاش ماشي مشكل خلاص. here is my project my finishing project this way. wait البنات شويه ديال اللوز، والله العظيم البنات تتقدموها كتجي فنه. يا سلام عليا انا يا كيكتي. ها شوفوا البنات انا قربت لكم هذه الفكره، جربوا شوفوا قولوا لي عليها. شتو ها that's it for today, this is my idea for today while we are sitting home, why not we can do this as a dessert after whatever you can eat it anyway, there's no time. هاي شوفوا البنات الله الا راه فنه، شوفوا الاحمر شوفوا، المفروض نحطها في سميتها حمراء ماشي حمراء، انا اصلا المفروض نحطها في شي حاجه بيضاء باش تعرفوا. هذاك الكريمه الكريمه ديال هاد الكريمه شانتيه واش نتقولوا ليه، هاد 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 الكول ويب هذا شتو كريم شانتيه ي كديروها وكديروا فيها الاحمر كيجي فن. مهم بصحتكم وبصحه البنات، وديروها وجربوها وخليوا لي الفكره تاعتكم.
مع السلامة. I'll see you in a new video. Try my idea for this kind of dessert. I hope you like it. Bye bye.